السلام عليكم. النهارده هنشوف افكار مختلفه من الجراكن البلاستيك. هنعمل افكار حلوه جدا وكمان عمليه وهتنفعنا في البيت. هنستخدم كده اي جراكن بلاستيك زي الجراكن بتاع الصابون او حتى جراكن الشاور او اي جراكن بالشكل ده. هنستخدم كده القلم وبنحدد الظهر بتاع الجراكن من تحت اليد بالظبط. بعمل دوران كده في الناحيه الثانيه. ممكن نستخدم هنا غطا مدور وناخد نص الدايره بس بتاعه الغطا وبنقص الجزء اللي احنا حددناه ده. بنستخدم هنا القلم يكون واضح عشان يسهل معانا ان احنا نقص الجزء اللي احنا عايزينه بكل سهوله. شلت كمان الستيكر اللي كان على الجيركن وهستخدم بعد كده ستيكر ملون بيبقى موجود في محلات الادوات المنزليه، بيبقى فيه منه الوان حلوه كتير. ممكن طبعا تختاري اللون اللي انت عايزاه. خدت كده جزء من الستيكر وبدات ان انا اغلف بيه الجيركن او الجزء اللي عندي كله من قدام ومن ورا. هيبقى فيه عندي كده زيادات من الجنب، هبتدي ان انا اقص كده الزيادات دي. طبعا الستيكر ده هيغير من لونه، ممكن تستغني عنه طبعا لو انت مش حابه ان انت تستخدمي يعني اي ستيكر، بس هو سعره مش غالي خالص. وكمان الجزء اللي انا استخدمته ده اقل من نص متر. وكمان كان في اشكال كده حلوه في الستيكر، بدات ان انا افرغها وبثبتها كده عند الناحيه اللي احنا قصيناها على شكل دوران شويه، هتدي معانا شكل حلو. ممكن كمان ان احنا نستخدم تزيين بسيط كده من الجبير، هيفرق معانا جدا في الشكل النهائي. من الطرف كده هيبقى شكله حلو. وكمان هنستخدم هنا علب شامبو، ممكن بقى نستخدم العلب الفاضية اللي عندنا كلها ونعمل بيها برضو الفكرة دي. فكرة حلوة وكمان استخداماتها كتير. قصيت كده جزء من العلبة زي ما شفنا كده وخدت شكل يعني دوران كده شوية من الطرف التاني، يعني اديتها شكل كده يكون بسيط وكمان يكون حلو. وهبتدي كده ان انا اغلفها بنفس الطريقة وبرضو نفس التزيين وبثبتها كده مع الجيركن. زي ما احنا شايفين يبقى احنا كده عملنا منظم بشكل حلو ونقدر نعلقه في اي مكان. بالطريقة دي انا هستخدمه هنا في الحمام، وممكن استخدم فيه بقى الكريمات والحاجات دي كلها. ممكن كمان تستخدميه لأدوات الاطفال، ممكن لو عندك بنوتة تبدأ ان انت تعملي لها منظم زي كده هيلم حاجات كتيرة قوي تكون خاصة بيها. وكمان ممكن تستخدمي جراكن الشاور، فكرة حلوة قوي وكمان عملية. هستخدم هنا اي جراكن بلاستيك وببتدي ان انا احدد الجزء اللي هو من تحت اليد، بساوي بقى الجزء اللي من الطرف ده كويس قوي، لو في اي زيادة كده في البلاستيك بنقصها. وبعد كده هستخدم قماش قديم، طبعا احنا عندنا قماش كتير جدا بيكون قديم في البيت، زي ملابس قديمة، تيشيرت قديم، بلوزة، اي حاجة عندك استخدميها. بغلف الاول الجزء اللي من جوه كده بالقماشه اللي عندي، وبعد كده ببتدي ان انا اشد القماشه على الجزء اللي من بره عشان تتغلف معايا كلها مره واحده. هي قماشه واحده وبنبدا نغلف العلبه او الجزء اللي عندي ده كله مره واحده كده عشان ما نقعدش نقص وناخد وقت. بغلف الاول الجزء اللي من جوه كده وبنثبت القماشه كويس قوي، وبعد كده بلف القماشه لحد ما بغلف كمان الجزء اللي من بره. هيبقى في عندي طبعا زياده، بنقص الزياده دي كلها، بنخلي كده حوالي 4 سنتي من الطرف، وبعد كده بنقفل الجنب كويس قوي. نعمل تانيه كده بسيطه عشان برضو يكون الشكل مظبوط معانا. يبقى احنا كده غلفنا العلبه من جوه وكمان من بره، وهبتدي بس ان انا اخد جزء صغير كده من القماش على قد الجزء اللي من بره ده عشان الشكل يكون مظبوط معانا اكتر وكمان تكون ثابته اكتر. الزيادات كلها بقصها كده زي ما شفنا، وباخد جزء تاني بنفس المقاس وبغلف بيه كمان الجزء اللي هو في العلبه من جوه. هستخدم بعد كده خيط المكرميه وبزين بيه الجزء اللي من بره ده، بيدي معانا شكل حلو. استخدمت كمان جزء صغير قوي. هستخدم بعد كده سوسته او سحاب، ممكن تستخدمي طبعا على قد مقاس الجيركن. انا هستخدم هنا مقاس 20 ودي هتبقى مظبوطه بالظبط على قد الجزء اللي عندي. وبثبت السوسته كده بالطريقه دي من جنب، وبعد كده من الجنب التاني بنثبتها باستخدام الشمع. ممكن كمان تستخدمي الابره والخيط، بس هنستخدم هنا ابره تكون تقيله شويه. عايزه اقول لك الشمع يدي معانا نتيجه حلوه جدا وما تقلقيش خالص من انه يفك. المهم ان احنا هنثبت السوسته كده بالطريقه دي كويس قوي. طبعا انا يدوب ثبت الشمع على طرف السوسته وبعدت خالص عن فتحه وقفله السوسته، وخلي بالك من الحته دي. وهنبتدي كده نستخدم تزيين بسيط. انا هستخدم الجبير الابيض، هيدي معانا شكل حلو قوي وهيخليها في حته تانيه، شكلها هيبقى شيك قوي كمان. وهبتدي كده ان انا اثبت برده من الجزء اللي هو من قدام وكمان من الظهر، هيدي معانا شكل حلو. ممكن كمان نستخدم كرة البونبون دي او اي شكل حتى علقة كده في السوستة. يبقى احنا كده عملنا منظم لادوات الميك اب، ياخد معاكي حاجات كتيرة جدا. طبعا ممكن ان احنا نستخدمه كمقلمة. عاوزة اقولك الفكرة دي حلوة جدا واحلى بكتير من المقالم اللي بتتباع جاهزة، وكمان لو استخدمتيها كده كمنظم لادوات الميك اب هيبقى حلو جدا. ممكن كمان نستخدم الجراكن البلاستيك دي، فكرة حلوة وكمان بسيطة كده وكلنا محتاجينها في البيت وخصوصا في المطبخ. هبتدي كده ان انا استخدم جراكن زي ما شوفنا كده وبقص الجزء اللي هو من تحت اليد ده. الجزء التاني ده برضو بيتعمل بيه افكار حلوة قوي، وكمان هنزلها لكم في فيديو منفصل. بس اكتبي كده تعليق حلو وشجعيني بلايك كده من ايديك الحلوة. هنبتدي كده نشيل الستيكر اللي على الجزء اللي هو من بره وننضفه كويس قوي. استخدمت هنا الكاوية وعملت فتحات. مش عندك الكاوية ممكن كده نسخن مسمار قديم ونعمل فتحات، او حتى شوكة سخنيها على البوتاجاز واعملي كده فتحات بالشكل اللي احنا شفناه مع بعض ده باستخدام الشوكة. بعد ما تسخنيها اعملي فتحات كده كتير في الجزء اللي من تحت.
هستخدم هنا ستيكر، وده طبعا حاجة اختيارية، انا بس بستخدم هنا تزيين بسيط عشان حاجة تبقى شكلها احلى، بس طبعا انت ممكن تستغني عن التزيين ده خالص وتبدأ انت تستخدميها بنفس لونها. هثبت كده الستيكر بالطريقة اللي احنا شفناها دي، وبعد كده هستخدم يد بلاستيك، ودي كانت في الجردل اللي هو بتاع النوتيلا ده، هتلاقي فيه اليد دي. طبعا احنا لو مش عندنا مفيش مشكلة، ممكن نعمل يد كده بالخيط هتبقى شكلها حلو. ثبته كده زي ما احنا شايفين، وهستخدم كمان غطا بلاستيك وبغلفه بنفس الستيكر. وبرده هنا ممكن تستغني عن خطوة انك تغلفي بستيكر او حاجة، انا بس عايزة كل الحاجة اللي انا مستخدماها تبقى نفس الشكل ونفس اللون، ما يبقاش كل حاجة بلون مختلف. حتى الغطا غلفته كده بنفس لون الستيكر اللي غلفت بيه الجيريكن، غلفت كده الغطا من الناحيتين عشان ما يبقاش باين منه اي حاجه، وهبتدي كده ان انا اثبت الغطا ده بالطريقه دي في نص العلبه كده. تمام، هو طبعا منظم حلو ممكن نستخدمه لافكار كتيره جدا. لو انت بقى حابه تعملي منظم كده بسيط في المطبخ عندك زي المنظمات اللي هي بتتباع جاهزه، ممكن نستخدمه كده المعالق والشوك. كمان ممكن نستخدم الجراكن البلاستيك دي، فكرة حلوة وكمان عملية وكمان مختلفة عن اللي احنا شفناها في الأفكار التانية. ياخد كده الجزء اللي في الجراكن كده من تحت، طبعا احنا هنا هنستخدم أكتر من مقاس، الجزء اللي قصناه ده بنشيل من عليه الاستيكر وبننضفه كويس قوي. استخدمت كمان جيركن هنا بحجم اكبر، شلت الاستيكر اللي عليه، وببتدي كده ان انا احدد الحجم او المقاس اللي انا عايزاه من عند اليد كده، بمشي مع اليد شويه من الجنب وباجي من عند الجيركن كده من تحت، وبعمل زي حوالي 2 سنتي او 4 سنتي، خليها 4 سنتي احسن، من الجنب بتاع الجيركن من تحت اليد بالظبط. وبدات ان انا بعد كده اقص الجزء او الشكل اللي احنا حددناه مع بعض ده. هستخدم هنا قماش الخيش، ومش عندك بقى القماش ده ممكن تستخدمي اي قماش قديمه عندك، ممكن كمان تستخدمي المنظم زي ما هو، تقدري تستخدمي ستيكر، اي حاجه انت حابه تستخدميها استخدميها. بغلف بالشكل ده كده الجيركن عندي من كل الجوانب ومن كل الجهات، ما يبقاش باين فيه اي حاجه. برضو احنا بنحاول نعمل منظمات كده يكون شكلها في الاخر حلو، فتقدري طبعا تستخدمي الحاجه المتاحه عندك، وعندك بدائل كتيره جدا. بعمل فتحه بقى كده مكان الفتحه اللي انا عملتها في الجنب بتاع الجيركن كده لحد الاخر، وزيادة اللي موجودة من فوق دي ببتدي ان انا اتنيها كده على الطرف الجيركن من فوق عشان تدي معانا شكل احلى. كل الزيادات بقى اللي من الطرف دي بنقصها، وبعد كده بنثبت الزيادة كده على جنب الجيركن من الطرف، برضو نفس الكلام فتحت الفتحة دي من تحت، وبعد كده ببتدي ان انا اتني كده طرف القماش عندي عشان يدي معانا شكل احلى. وكمان زيادة القماش كده بنتنيها على الناحية التانية عشان برضو تبقى عندنا متغلفة كويس. زي ما اتفقنا انت ممكن تستغني عن خطوات التزيين دي كلها وتستخدمي حاجات او بدايل تكون مش غالية، وممكن كمان انت تسيبي الجيركن او الشكل زي ما هو. عايزة اقولك لو انت عندك ستيكر كده بسيط تقدري تستخدميه. انا هنا هستخدم حبل المكرمية او خيط المكرمية، وابتدي كده ان انا اعمل شكل ضفيرة. كل دي خطوات اختيارية، انا بس بديكي فكرة للتزيين. تقدري طبعا تستخدمي الحاجة المناسبة ليكي، والحاجة اللي انت حاسة ان هي هتبقى مكلفة ما تستخدميهاش. طبعا هستخدم بالشكل ده كده الضفيرة، وبثبتها على الطرف كده الجزء اللي انا فتحته في جنب الجيركن، وبثبته برضه عند الجزء اللي من فوق، هدي معانا شكل حلو. اي اضافة بتستخدميها للتزيين بتخلي الحاجة شكلها تحفة، وبتبقى احلى كمان من المنظمات الجاهزة. عملت كده شكل فيونكة من نفس الخيط، وابتدي ان انا اثبته بالطريقة دي كده على الجنب، هيدي معانا شكل حلو. استخدمت بقى الجيركن اللي احنا قصناه اللي هو كان حجمه اصغر شوية، وبغلفه بنفس الطريقة دي، بس الجيركن ده انا معملتش فيه اي يعني اختلاف في القصة، انا بس يدوب قصيته من تحت اليد. واستخدمت هنا نفس الخيط وكمان نفس الدنتيل الابيض، ممكن كمان استخدم كده تزيين عند الجزء اللي من فوق هيبقى شكله احلى. وبعد كده هنبدا ان احنا نثبت بقى كل الاجزاء اللي عندنا دي مع بعض. هيبقى عندي بالشكل ده كده المنظم اللي هو تقص عادي، ما عملناش فيه اي شغل كده من الجنب، وهيبقى عندي الجيركن التاني اللي احنا عملنا فيه فتحه بالشكل اللي احنا شفناه، وبعد كده هيبقى عندي جيركن تاني بحجم اقل. يعني انا عملت 3 احجام كده، واحد مقفول والتاني ما فتحتوش كده من الجنب، بس عملت فيه شغل برده ادى معانا شكل حلو، وثبتهم كده مع بعض. طبعا انت ممكن تستخدمي اكتر من جيركن بنفس الشكل كده وتعمليهم بالاحجام اللي انت عايزاه او الشكل اللي انت عايزاه، ممكن تثبتيهم مع بعض وممكن تخليهم كده منفصلين. هنستخدمهم بقى الادوات المدرسيه بتاعه الولاد، هيلم معاكي حاجات كتيره جدا فوق ما تتخيلي. فكره كمان كده حلوه وبسيطه، هنستخدم فيها جيركن بلاستيك من الجراكن بتاعه الصابون، بفصل كده الجزء اللي من تحت اليد بنفس الشكل كده باستخدام القطعه، وبعد كده بساوي الجيركن او الجزء اللي احنا هناخده ده بنساويه، لو في اي زياده كده في البلاستيك بنقصها. هنستخدم بعد كده قلم يكون واضح معانا، وببتدي ان انا اعمل بالشكل ده كده شكل اشارات على جنب الجيركن زي ما احنا شايفين كده، هتبقى مقاسها 1.5 سنتي او 2 سنتي، وبسيب مسافه برده بنفس الطريقه كده، وببدا ان انا اعلم بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، وبوصل كده حوالي 4 سنتي لتحت في الجيركن.
عملنا كده كام واحدة، حوالي 6. هنعمل برضو نفس الكلام قصادها الناحية التانية. احنا بنستخدم هنا المسطرة عشان عايزين المقاسات تكون كلها متساوية. قصادها كده في المسطرة ببتدي ان انا اعلم نفس الشكل كده، وبعد كده هبدأ ان انا افصل بقى الاجزاء اللي انا حددتها دي كلها باستخدام القطر او المقص الاسهل بالنسبة لك استخدميه. وبعد كده بشيل مكان القلم. انا هستخدم هنا جيركن بنفس لونه، بس ممكن استخدم هنا تزيين بسيط قوي من الجبير عشان يبقى شكله احلى، بس ممكن طبعا تستخدميه زي ما انت عايزه. عايزه اقول لك منظم حلو جدا للغطيان اللي بتبقى موجوده عندك بكراكيب المطبخ او الدرج عندك، هيبقى شكله حلو كده ومتنظم بطريقه حلوه. اتمنى افكار النهارده تكون عجبتكم، اكتبوا لي رايكم في التعليقات.